كسر حبيبتي في كفه جدا قوي صادق وشريف وشريف قوي ان شاء الله. رجل صادق ومخلص قوي قوي ان شاء الله. ولا تترددوا ولا تترددوا، انا بخاطب هنا الرأي العام في اسرائيل، بقول لا تتردد واطمئن، نحن معكم جميعا من اجل انجاح هذه الخطوه، وهذه فرصه قد لا تتكرر مره اخرى. وامين قوي ان شاء الله وشريف قوي ان شاء الله. كل الدنيا في كفه. نقطه ثانيه وموضوع ثاني، خط الرئيس هتجبرني وبقوه ايضا داعم وبشده كل الوجود اللي هتبذل من اجل ايجاد حل لقضيه القلب في صخر القلب. انا متاكد ان خط الرئيس هيستطيع ان ينجزها. صادق قوي قوي قوي، احنا مع رئيس صادق. صادق أمن أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. وعبد الفتاح السيسي لما قال هذا عن أكتوبر هو لم يهدد إسرائيل. نداء إليكم أن تقفوا خلف قيادتكم السياسية وتدعموها ولا تترددوا ولا تترددوا. أنا بخاطب هنا الرأي العام في إسرائيل، بقول لا تتردد واطمئن، نحن معكم جميعا من أجل إنجاح هذه الخطوة، وهذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى. ما كنت سجلنا عم تقول هسي سايف غالية، أسعار غالية علينا احنا بس، وهو الراجل ماله من الأسعار. احنا معنا رئيس المفروض نبوز جزمته اللي دخل البلد دي وخلالها كرامة. انا لو انفع اتباع لاتباع. انت زبالة يا تيتي، انت زبالة يا تيتي. والله 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 ما يخرب بيتك ايه ده يا قلب، هو انت ورانا ورانا كل حته، بلدك ريحتها وحشه. You got that big, big, big bubble cup that it keep my mind. I'm shy. Hello, you stink that. Hello, you stink that. Let's go. Hey.